رياضات الفنون القتالية، وإن كان مألوفا أن فئة الذكور الأقرب لمزاولتها، فالعنصر الأنثوي لم يتردد في اقتحام هذا العالم. الجيجيتسو أبرز هذه الفنون، أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس تعتمد على شل حركة الخصم لإخضاعه والسيطرة عليه، تلجأ إليه النساء كوسيلة للدفاع عن النفس. سوسيتي تاعنا عندنا لي فام ايلز اون توندونس ا فيغي فار لي سبور دو فيتنس لا زومبا الايروبيك كاسوالا مي ايل نيغليج فريمون لي سبور دو كومبا تيل كو لو جوجوتسو او بيان لو كيك لي انفيت اوفيرتومون ا فار سو سبور تو دابور بور سو سونتير بيان اي بوفوار سو ديفوندر فلا سوسيتي تاعنا ننصح النساء باش يدخلوا هذا لو سبور باسكو فيه بوكو تكنيك على لي سبور الاخرين فيه لي سيلف ديفونس فيه بزاف صوالح اللي تنجم المراه تدافع على روحها. نورا رغم صغر سنها حماستها وحبها للجيجيتسو دفع بها إلى اعتلاء منصة أبطال الجزائر في مدة وجيزة. الأولى بديت بالكيك بوكسينج ومن بعد قعدت فيه شعال عام وكاع أبخي جيت هنا يا كنت نشوفهم يترينوا هنا يا ديجا لاصة اللي كنت ندير فيها كيك بوكسينج كانوا يديروا فيها الجيجيتسو ألوغ جيت عند الشيخ هشام قلت له هذا سبور زعما جديد ما نعرفهاش وكاع عارفه لي قال لي ديفيرون على الاخرين على الكيك بوكسينغ باسكو ما فيش لي فراب في الوجه اي تو جاي سامبل هنايا الجزائر كاع هكا انسى جوغ يخافوا كاع من حاجه اسمها فنون قتاليه مي هو العكس هو حاجه مليحه وامبورطون كاع الانسى جوغ تكون سيكوريتي بيه ويزيد لا كونفيونس كاع في المراه. الهدف تاعي العالميه نطلعوا بلادنا مشوار طويل ان شاء الله نطلعوا علمنا وبلادنا ولا صار تاعنا ان شاء الله يا ربي. هذا النوع وأصناف أخرى من فنون القتالية يجذب النساء لما فيه من قواعد لحماية النفس وكسب للثقة.